يا اهلا وسهلا، اهلين بميرفت، اهلين، نورتي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. لقيت حالي اخذت تاكسي وطالع لعندك من دون حتى ما افكر اذا هالشي صح او غلط، بس كل اللي بعرفه انك وحيد ومتضايق وانت لحالك ولازم اكون جنبك. انت انقذتني مرتين وهلا وقت رد لك الجميل. أهلا وسهلا فيكي بأي وقت، تفضلي. أنا ما عرفت أتعامل مع رائد، أنا ضيعته، كنت بعيد عنه كتير. ما فيك تلوم حالك، أنت عملت اللي شايفه صح. هلأ نحن بنعطي أولادنا كل شي وبنعطيهم الدلال، بس المشكلة هنا بيشوفوا الدلال من زاوية تانية تماما. بس إلا ما يجي وقت تكتشفي انه ابنك بمكان ما بيعجبك، فلازم توقفيه عند حده. انا لما كترت مشاكله لرائد وغرق بالمشروب كان لازم امنعه لو بالقوه. ما كان فيك تمنعه، يمكن بمرحله المشروب هو الحل الوحيد، او يمكن يكون هروب، بس بعدين بيتحول لخراب. بس بالنهاية أنا قتلته لرائد، قتلته لما ما قدرت أحميه من حاله، ما قدرت أحميه من اللي قتله. لا لا، أنت ما إلك ذنب. علاقة الأهل بالولاد ما إلها قواعد تحكمها، والنتائج دائما ما فينا نتوقعها، يعني بتختلف من شخص لتاني. مثلا بنتك سمر، أنت عرفت تعطيها وهي عرفت تاخد، وليك عم بتكون بمكان كتير مهم بالحياة. وابنك طارق ما شاء الله كمان رجل أعمال ناجح، يعني بالمحصلة أنت عملت اللي عليك وزيادة. عارفي منيح إنك جيتي، ما بعرف حتى كيف حكيت اللي حكيته.